اولا بغيت نشكركم جميعا بدون استثناء، كل القنوات وكل المنابر الاعلاميه وكل المواطنات والمواطنين اللي حضروا من جديده وخارج جديده، جزاك الله خير لهذه المحاكمه اللي كنا كنتمناو باش اليوم الدوز ديال السي الياس المالكي الصديق ديالكم الاخ ديالكم والابن البار لمدينه الجديده والمغرب والمغاربه العالم. وبالمناسبه لمغاربه العالم كنبغي نحييو كل الجاليه المغربيه على التضامن ديالها مع هذا الشاب هذا خارج المغرب وداخل المغرب. اولا اللي بغيت نخبركم انا هو ان الاغلبيه ديال الناس اللي شكوا به عملوا ليه التنازل، الحمد لله. هذا اولا. ثانيا هذا التاخير ديال اليوم ديال الملف هو بناء على طلب من الياس المالكي، عنده واحد الظروف الصحيه ديالو ما قدش يجي. انا غادي نمشي نشوفه دابا الان مباشره بعد هذه الجلسه، غادي نزوره في السجن باش نتخابر معاه. والقضيه ديالو تاجلات اليوم 19 يوم الثلاثاء. ان شاء الله الحمد لله اليوم الامور وضحت. كل الناس اللي كانوا قدموا به شكايات سواء كاشخاص ذاتيين او كجمعيات، الناس اللي شكاو به سواء كاشخاص ولا كجمعيات، عرفوا بان بالنسبه لالياس ما عندوش شي ضغينه او حقد او كراهيه كما ادعوا في الشكايات ديالهم تجاه واحد القضيه اللي هي كتهم المغاربه كاملين، واللي الدستور المغربي جعل منها قضيه الشعب المغربي برمته من طنجه الى القويره ومن المغرب الى اقصى نقطه في العالم. كل الامازيغ للمره الثالثه هم مغاربه بدون استثناء، والغيره على الامازيغيه هي كتهمنا جميع. الياس المالكي اذا كان كيتكلم كيتكلم بعفويه كما كتعرفوه كاملين كجمهور ديالو وكناس ديالو، وحنا عندنا ثقه كبيره في القضاء ديال مدينه جديده، لا على مستوى النيابه العامه ولا على مستوى الرئاسه، وكذلك لا على مستوى الزملاء من هيئه الجديده المحترمين اللي كينوبوا الى جانبي، الاستاذ رابح والاستاذ صبري والاستاذ الزميل اللي من الرباط الاستاذ يوسف قربي وزملاء اخرين. يعني كنا كندير واحد المجهود كبير اللي كنتمناو اولا منكم جميعا الدعاء والصبر باش ربي يقدرنا كاملين ويجعل القضاء يمشي في الاتجاه. حنا الان تقدمنا ليه بطلب الصراحه المؤقت بناء على التنازلات اللي حصلنا عليها. النيابه ديالنا شخصيا ما زالت مستمره في هذا الملف عكس ما قيل. هنالك من كان كيحلم حتى انا الاستاذ زهراج ما نبقاش مستمر كمحامي عليه، ولكن انا محامي عليه اولا بتكليف من والدته وابيه وصديق ديالو السي مروان وناس اخرين، ولكن انا هذا الولد انا تانا كمغربي كيعجبني كيعجبني وانا مع الشباب ومع حريه الراي ومع حريه التعبير، ولكن معها في اطار القانون. ولدنا الا غلط حنا اللي كنصلحوه، ولدنا الا غلط راه راجل كيعتذر، ولدنا الا غلط في حق شخص او في حق منظمه قبلات الاعتذار ديالو. فرساله الى بعض الناس تنقول لهم اودي كفى من الشكايات وكفى من الابتزاز ديال هذه الاسره هذه. هذه العائله راه عائله درويشه، راه ما عندها ما تعطيكم، عاطي الله سبحانه. والياس ماشي بهذه الطريقه تيخصنا نتعاملوا معه. الياس وامثال الياس في المجتمع ديالنا خصنا نتعاملوا معاه بالحوار. شكرا. ونتعاملوا معاه بالنصيحه، والدين ديالنا الاسلامي دين النصيحه. اما نديروا شكايه بغرض ابقائه في السجن وكما تنقولوا بالدارجه نريبوه، هذا ما كيفيد حتى بحاجه، ما كيفيد لا البلاد ولا العباد. اتمنى من القضاء ديال الجديده ان يستجيب لهذا الطلب ديال الصراحة اللي تقدمنا به، وكنتمنى في الجلسه ديال يوم الثلاثاء ان شاء الله اللي شخصيا ربما ما نقدرش نكون حاضر، ولكن غادي نوب المكتب ديالنا بشخص الاستاذ محمد جاد زهراش الابن ديالي غيكون حاضر الى جانب الزملاء الاستاذ صبري الاستاذ رابح، ويكون القضيه جاهزه. شكرا. ولكن انا امنيتي ان الياس المالكي يعانق الحريه اليوم قبل غدا. بغيت في الاخير قبل ما نختم بغيت نشكر كل المتضامنات وكل المتضامنين. اول كلمه سواء اللي هنا في المغرب
سواء اللي هنا في المغرب او خارج المغرب. والسلام عليكم. استاذ العظيم اللي كملت السيد الله ينصرو عم وصلوا راسه. شكرا. كنتمنوا ان شاء الله التنازلات كاملين اللي تجمعوا، كنتمنى ان شاء الله الفرج يا خويا الياس مالكي واستاذ ديالنا العزيز اللي كملت السيد الله ينصرو. حنا كنا وراء ملك البلاد وكنا كنبغيو سيدنا وكنا مغاربه وكنا شارك لدين واحد. شكرا استاذي العظيم. الله يحفظك لينا. واحد التوضيح، واحد التوضيح، حتى واحد هنا ما كيمثل سيدنا، كلشي كيمثل سيدنا. سيدنا كنا مغاربه، سيدنا ديال جميع المغاربه بدون استثناء. الله يحفظك، الله يحفظك. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.